واحد تجي غيجي غيلعب مع حدا صاحبو يمسوها هو مشى للاخر كذلك. في اطار برنامج الصحه المدرسيه انتقلت الطبيب والمور من رضا لفحص التلاميذ في مدرسه الاندلس. في اطار الفحص الروتيني اللي كيتدار كل سنه تبين لهم ان القسم مصاب بمرض الحكه، فتم فحص جميع التلاميذ وانتقلوا في اليوم الموالي كذلك لفحص باقي التلاميذ، فتبين أن تقريبا جميع التلاميذ مصابين تعدوا 250 طفل، فتم فحص جميع التلاميذ وإعطائهم وصفة الدواء، وكذلك تم تسريح ولا إخلاء المدرسة مدة 3 أيام، تمكين الداخلية من عمليات النظافة، تنظيف الأفريشة ديال التلاميذ، ومن بعد 3 أيام يعني استأنفوا الدراسة بشكل عادي. على حسب الحاله ديال الطفل، كاين اللي محتاج غير محلول تيديرو على الجلد ديالو، وكاين اللي محتاج الدواء كيتخاض يعني عن طريق الفم. على حسب الحاله ديال كل طفل تم يعني اعطاء وصفه على حسب كل حاله كل طفل. شنو السبب ديال هذا المرض؟ هذا المرض هو سبب ديالو هو واحد البارازيت جلدي، يعني كيمكن في ظروف ديال عدم النظافة كينتشر بطريقة مباشرة ما بين الأطفال، ولا جا في دونزين كومينوتي يعني في الأطفال ولا في نفس العائلة كينتشر بطريقة زعما سريعة، ولكن هو يمكن الدواء ديالو بطريقة عادية. نتفرضوا هذا المرض هي ان تكون النظافه الجسمانيه، نظافه الالبسه، نظافه الافريشه، تهويه المكان، كذلك تشميس ديال الافريشه والملابس بطريقه مزيانه. واظن ان يعني المرض كيمكن نقاوموه الى تابعنا هذه المسائل. ما كاينش تقول ليش ما نقولوا حكا.